أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العالم. نطالع في موقع الهيئة نت في جريمة جديدة، القوات الحكومية تعتدي على مجلس عزاء شمالي العاصمة. ونقرأ في العرب اللندنية، المجلس الأعلى يغالب أزمته الحادة بوجوه قديمة وشعارات مستهلكة. وفي المدى نطالع، المخاوف الأمنية تؤجل مباشرة شركة أوليف جروب بحماية الطريق الدولي الرابط مع الأردن. وفي السبيل الأردنية، الدول المقاطعة تعلن استعدادها لحوار مشروط مع قطر. ونشر في القدس العربي تحت عنوان مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى في حماية قوات الاحتلال. وفي البيان الإماراتية نشر تحت عنوان قوات الشرعية تتقدم غرب تعز وتسيطر على 85% من عسيلان. في العرب الجديد، بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات. أهلا بكم من جديد. قليل من الانتباه الدولي يليه الساسة والصحفيون للعدد الكارثي من الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الموصل، ويتعرض هذا الموقف بحدة كبيرة مع الغضب التي تم الإعراب عنها في أنحاء العالم على إثر القصف الذي تعرض له شرق حلب من جانب الحكومة السورية والقوات الروسية في نهاية العام 2016. باتريك كوبرن يقول في موقع كاونتر بنش إن هناك صمتا مخجلا بشأن المجازر التي ارتكبت ضد المدنيين. هوشيار زيباري القائد الكردي ووزير المالية والخارجية العراقي السابق قال خلال مقابلة معه إن المخابرات الكردية تعتقد بأن أكثر من 40,000 مدني قتلوا نتيجة لقوة النار الهائلة التي استخدمت ضدهم، خاصة من جانب الشرطة الفيدرالية والضربات الجوية وداعش نفسها. لا يعرف عدد الموتى الذين دفنوا تحت أكوام الركام في غرب الموصل، لكن من المرجح أن تكون أعدادهم بعشرات الآلاف. في الأثناء يجد الناس صعوبة في فهم السبب وراء ضخامة حجم هذه الخسارة في الأرواح في الموصل، لكن ثمة تفسيرا محايدا جيدا لهذا الواقع، والذي يظهر في تقرير دقيق لكنه مرعب لمنظمة العفو الدولية تحت عنوان بأي ثمن الكارثة المدنية في غرب الموصل، مع أن التقرير لا يعطي رقما محددا لعدد القتلى، فإنه يؤكد بغير ذلك العديد من النقاط التي أبرزها زيباري، خاصة الضرر الهائل الذي لحق بالمدنيين بسبب القصف المدفعي المتواصل ونيران الصواريخ المستهدفة على مدار فترة 5 أشهر لمنطقة محدودة ومكتظة بالمدنيين الذين لم يكونوا قادرين على الهرب. ولكن وحتى مع ذلك لا يفسر هذا التقرير تماماً عملية الذبح الجماعي التي ارتكبت في المدينة. الكاتب يتساءل لماذا لم تكن هناك احتجاجات وغضب على تدمير غرب الموصل. يجب ألا يكون هناك أي شك في حجم الخسارة الضخمة في أرواح المدنيين، حتى على الرغم من وجود اختلافات حول العدد الفعلي للموتى. كان السبب الأكبر وراء الافتقار إلى الغضب هو أنه تم اعتبار داعش حركة شريرة فريدة والتي يجب أن تهزم مهما كانت الكلفة من جثث من أهل الموصل. أصبح العرب السنة في الموصل على وجه الخصوص في وضع لا يحسدون عليه،
طالما بات ينظر إليهم من قبل بقية مكونات المجتمع العراقي على أنهم حواضن للمتطرفين والتكفيرين والإرهابيين، ولم يعد أمرا غريبا ولا مستهجنا أن تنهال عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي الشتائم البذيئة التي يقذف بها عناصر تنظيم الدولة بهدف النيل من كرامتهم الوطنية وهويتهم المذهبية والقومية. مروان الدليمي يرى في صحيفة القدس العربية أن هنالك حملة ممنهجة تقودها جهات سياسية لدعشنة العرب السنة في الموصل. هذه الحملة الإعلامية المنظمة فرضت حضورها اليومية منذ أن سقطت محافظة نينوى تحت سلطة تنظيم الدولة عام 2014، وتحديدا ما إن بدأت سياسة تهجير المسيحيين وقتل الأيزيديين وسبي نسائهم من قبل عناصر التنظيم. بدا واضحا أن هذه الحملة قد خرجت عن كونها مجرد رد فعل عفوي إزاء هذه الجرائم البشعة، خاصة وأنها تبلورت واتخذت شكلا ممنهجا ومؤطرا في جيش إلكتروني اصطف في صفحات ومواقع إلكترونية. ويمكن ملاحظة ذلك في نمط محدد من العبارات والردود التي باتت تتكرر على ألسنة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويشير تكرارها على أنها بمثابة أجندة صادرة من جهات سياسية تتولى توجيه وقيادة جيش من الشاتمين الشامتين بتكرار استعمالها وعدم التفريق ما بين تنظيم الدولة والعرب السنة، ويضع كليهما في سلة واحدة، بمعنى أن وراء ذلك تختفي عملية ممنهجة لخلط الأوراق بهدف شيطنتهم وتجريمهم وتحميلهم المسؤولية عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق بقية مكونات المجتمع. وفق هذا السياق تمت عملية تزييف وتغييب للحقائق، مع أن كثيرا منها يؤكد أن العرب السنة قد دفعوا الثمن الأكبر قبل غيرهم في المدن التي سيطر عليها التنظيم. الكاتب يشير إلى أن الهدف الأقصى لهذه الحملة الإعلامية تلخص في السعي لتمزيق النسيج المجتمعي وقطع آخر الخيوط التي تربط مكوناته الدينية والقومية مع العرب، على وجه الخصوص لأنهم يشكلون أغلبية سكانية، وعلى ما يبدو فإن هذه النتيجة تقع في صلب ما كان يسعى إلى تحقيقه نور المالكي من أجندة منذ أن كان يتولى رئاسة الوزراء. فالأجواء أصبحت اليوم ملائمة جدا لإحداث ما كان يعد له من تغيير ديموغرافي في بعض مناطق محافظة نينوى. التغييرات يعني من السذاجة، أظن أن التغييرات في الساحة التي تجري في الساحة السياسية هي ظاهرة انشقاقات ربما تبدو في الساحة العراقية في انشقاقات ظاهرة وتشكيلات جديدة. هذه الظاهرة هي تلبية لصوت الشارع العراقي ولحاجة من حاجاته التي لا تحصى، هذه الحاجات التي هو بحاجة إليها ولا تعد، ولكن تجمعها جملة واحدة كما يقول الكاتب، تجمعها جملة واحدة هي بلد آمن ومستقر لكل أبنائه بلا قوانين تسوده العدالة والقانون. كما قال الكاتب فاتح عبد السلام، يقول في صحيفة الزمان إنه لا معنى للأسماء الجديدة إلا بقدر تلبيتها حاجات الصراع السياسي الداخلي في الأحزاب التي تعيش أزمات ذاتية واستقطابات قديمة. هذه الصراعات والأزمات ازدادت بسبب الاحتكاكات العراقية القوية، ليس بفعل العامل الخارجي هذه المرة لأن الجميع خاضع له، ولكن بدوافع حزبية تشوبها النزعات الشخصية. هناك من يقول إن مجيء ترامب للرئاسة الأمريكية فرض على الأحزاب الإسلامية تغيير عناوينها ونزع العمامة وارتداء ربطات العنق، وهذا أيضا يدخل في باب السذاجة السياسية، لئلا شيء تغير في القناعات والملفات سمع الشارع العراقي ببرامج السياسيين والأحزاب عامة في مواسم الانتخابات،
ولم يعد متأثرا بأي طرح مستقبلا، ليس لفشل تلك البرامج بل لعدم وجودها أصلا، وأن السياسي يصل إلى المنصب وينسى كل شيء إلا امتيازاته وحصصه المأمولة من العقود والصفقات التي لا يوسخ يده بها إلا من خلال حاشية تكبر بالساعات وليس الأيام، وأصبحت هي قاعدة الفساد التي يستند إليها أي تشكيل حكم يقوم في العراق اليوم. خلاصة القول إن هذه التغييرات في هياكل الأحزاب ومسمياتها وأزياء أصحابها لا تقدم ولا تؤخر في حياة المواطنين المسحوقين بالجوع والعوز والخوف والغبن والنزوح والدمار، كما أن الخلاصة الأهم أن الفساد مثل الكهرباء يمكن علاجه جذريا لكن ليس ثمة قرار بذلك. كشفت أوساط عراقية مطلعة لصحيفة العرب اللندنية عن ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على رئيس كردستان العراق مسعود البارزاني لتأجيل موعد الاستفتاء المتوقع خلال أيلول القادم إلى موعد آخر، خوفا من أن يفجر إجراؤه التحالفات الهشة التي تقيمها إدارة الرئيس دونالد ترامب في المنطقة المحيطة بالأكراد. مصدر من الدائرة المحيطة برئيس الوزراء حيدر العبادي كشف أن الأخير حصل على تطمينات أمريكية بالضغط على البارزاني لتأجيل الموعد خوفا من تشتيت الاهتمام بالحرب على داعش، ودفع مختلف الفرقاء في المنطقة إلى التركيز في معارك توسيع النفوذ بدل هزيمة التنظيم المتشدد، وسعى مسؤول كردي عراقي كبير إلى تبديد المخاوف من أن استفتاء على الاستقلال استقلال إقليم كردستان العراق سيضر بالمعارك ضد داعش، بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التصويت المزمع إجراؤه سيصرف الانتباه عن أولويات أكثر أهمية مثل إلحاق الهزيمة بالدولة الإسلامية. وقال مسرور البارزاني رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق وابن رئيس الإقليم إن الحكومة ملتزمة بمكافحة الإرهاب بغض النظر عن العلاقة السياسية مع بغداد، ففي حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تقدر التطلعات المشروعة لشعب كردستان العراق الشهر الماضي، ذكرت أيضا أنها تؤيد عراقا موحدا واتحاديا ومستقرا وديمقراطيا، وعبرت عن قلقها للسلطات الكردية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجدل يتزامن مع انعقاد مؤتمر في واشنطن لبحث ملف استفتاء استقلال كردستان عن العراق تحت عنوان إقليم كردستان حليف استراتيجي لأمريكا في محيط ساخن، مؤكدة أن إدارة ترامب تدفع لتأجيل معارك توسيع النفوذ في العراق إلى ما بعد هزيمة داعش. الغضب الذي غمر مواقع السوشيال ميديا خلال الأسبوعين الماضيين تحول إلى فرح عارم بالانتصار الذي تحقق بعد أن رضخت إسرائيل دليلة أمام الزلزال، فأزالت البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، فانجلى الحق وتقهقر الباطل. موسى برهومة يرى في صحيفة الحياة اللندنية أن الانتصار الفلسطيني تلزمه أدوات وروافع حتى لا يكون حالة عابرة. يعلم الجميع المكانة السامية للقدس والأقصى في قلوب الفلسطينيين، فالأماكن المقدسة هي أعلى الذرة الرمزية في الوجدان الجمعي لدى شعب الجبارين، ولكن حتى يكون شعب الجبارين قادراً على إتمام مشروعه المناهض للاحتلال يتعين أن تكون هناك برامج تتعدى الحماسة المؤقتة وتتجاوز رد الفعل العفوي، لأن الغفو الآن بعدما يذهب الشهداء إلى النوم ستتيح لإسرائيل أن تستأنف مخططاتها التوسعية وبناء الاستراتيجيات الطويلة الأمد، فهي على الرغم كل شيء اللاعب الأساسي على الأرض،
ومن حق من كان كذلك أن يفعل ما يشاء في الجغرافيا، فيضمها ويقتطعها ويقضمها وفقا لمصالحه، فيما يربط على الطرف الآخر الخصم الفلسطيني مثخنا بانقساماته ومثقلا بأوهامه ومدججا ببلاغته السقيمة التي لا تحرر شبرا ولا تسترجع حقا. الاكتفاء الآن بنشوة النصر واستعادة الأغاني الثورية من دون برنامج كفاحي واضح المعالم والمراحل والأدوات سيأكل ما تبقى من رصيد المقاومة. ومن المعنى العميق للقداسة سواء أتت من الحرم الشريف أو انبثقت من قبح سياج مستوطنة يخدش جذع زيتونة فلسطينية بناها الأسلاف قبل 2000 عام. الكاتب يختتم مقالته بالإشارة إلى أن جسد الفلسطيني العليل يلزمه انتفاضة عاجلة، فليتوجه الغاضبون إلى هذا العنوان، فإما إنقاذ الجسد وبعث الحياة فيه أو الإجهاز عليه، والتفكير في خيارات أخرى لقيادة الحلم الفلسطيني في التحرر الحقيقي الذي يبدأ من تنقية الثوب الوطني من الفساد والدنس والتجاعيد. كرست صحيفة الأوبزيرفر البريطانية مقالها الافتتاحي لما سمته الفوضى التي يغرق بها البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقول الصحيفة إن الإحساس بأن الأشياء تتداعى في واشنطن بات أمرا ملموسا ومثار قلق دولي مضطرد ومتزايد. الافتتاحية تنطلق مما تسميه إجبار ترامب لكبير موظفي البيت الأبيض رينيس بريبوس على الاستقالة، والذي يعكس بنظرها وجود فوضى غير عادية في البيت الأبيض. وتشدد الصحيفة على أنه بعد مرور 6 أشهر على وجود ترامب في سدة الرئاسة، وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين الكاملة على الكونغرس، إلا أن ترامب لا يستطيع أن يشير إلى أي منجز تشريعي ملموس حققه. وتضرب مثلا بسعي ترامب لإلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم قانون أوباما، الذي ذهب أدراج الريح في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بوصفه أوضح مثل على فشل ترامب. وتتحدث الصحيفة عن تزايد المخاوف لدى الجمهوريين بشأن ما يجري في البيت الأبيض، قائلة إنه بعد توقف أجندة ترامب التشريعية وانحدار الوضع في البيت الأبيض إلى نوع من الحرب الأهلية، حسب تعبير الصحيفة بدأ ترامب يفقد دعم الحزب الجمهوري. وتشير الصحيفة إلى أن العديد من المعلقين وصفوا الأسبوع الماضي بأنه أسوأ أسبوع مر على رئيس أمريكي في التاريخ الحديث، محذرين من أن ترامب بات معزولا بشكل مضطرد، وأن هذا الوضع قد يتدهور بسرعة شديدة إذا اختبر ترامب في مواجهة أزمة دولية على وجه الخصوص. أصبحت هونولولو كما تسمى أول مدينة أمريكية رئيسية تمنع المرء من النظر إلى هواتفهم المحمولة أو كتابة الرسائل النصية أو استخدام الأجهزة الرقمية أثناء عبور الطريق. ويهدف هذا الإجراء الذي أخذ في حيز التنفيذ في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية وكبرى مدنها في تشرين أول المقبل، إلى الحد من الإصابات والوفيات التي تنجم عن تشتت الانتباه أثناء السير. وتنص الإجراءات الجديدة على غرامات تتراوح بين 15 إلى 35 دولار للأشخاص الذين يرتكبون مخالفات لأول مرة، ويجري ضبطهم وهم ينظرون إلى الأجهزة من بينها الحاسوب المحمول والكاميرات الرقمية، ويواجه من يكررون ارتكاب المخالفة غرامات تصل إلى 99 دولارا.
اختبرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مؤخرا طائرة أسرع من الصوت وعديمة الضوضاء بعد أن بنت نموذجا تجريبيا لها، وهو ما يعني أنها قد تصبح قريبا واقعا وتدخل إلى الخدمة. وتم اختبار الطائرة في نفق خلال حزيران الماضي، وأصبح لدى الوكالة الأمريكية نظرة واضحة حول آلية أدائها في العالم الحقيقي. ويتيح التصميم المبتكر من ناسا إمكانية استخدام الطائرة بشكل آمن في أي مكان تقريبا. وسيلحق النموذج الأكبر من الطائرة على ارتفاع 55,000 قدم، أو سيحلق بالأحرى سيحلق على ارتفاع 55,000 قدم مع التحكم بالسرعة، على الرغم من استخدام محرك واحد فقط. وفي التجربة العملية والعلمية يمكن أن تقطع الطائرة رحلة من نيويورك إلى لوس أنجلوس خلال 3 ساعات فقط. وحددت وكالة ناسا خططا فعلية لإطلاق الطائرات الجاهزة بحلول عام 2020 لتحلق فوق المناطق المأهولة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. أتمنى لكم يوما جميلا وإلى اللقاء.